تخش مقبره لازم تقول للاموات اسال الله لكم ولنا العافيه كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا داخلين مقبره المراه القويه، المراه القويه جدا. المقبره كده توحي بان هي اتقلبت، في حد قلبها جامد، لان مش ممكن يكون في شغل التحفه ده وبعدين تحت مفيش حاجه. في العاده يبقى هنا في شاهد، شاهد يعني ايه؟ يعني مقام كده بتاع رخام فخم ومكتوب عليه الاسم ولا ولد امتى ومات امتى وكان مين اي الكلام المعتاد ده. مفيش حاجه خالص زي ما انتم شايفين، مسح. لكن على فكره كمان ممكن يكون تحت مفيش حاجه، ان في كلام انه حاولوا يشوفوا ما لقوش حاجه، لقوا حاجه. هنحكي لكم قصه هذه المراه القويه. المرأة القوية دي جاية من خوارزم، خوارزمية، أرمينية، تركية. المنطقة دي كلها، أصل المنطقة دي اللي هي غرب إيران والمنطقة دي كلها اللي هي تركمانستان، خوزباكستان، مش باكستان، خوزباكستان. المناطق دي كلها دي كان في دولة هناك، دولة خوارزمية، خوارزمية قعدت مثلا 100 سنة أو حاجة كده، سلاطين قعدوا فترة. المهم السلطان نجم الدين أيوب أو الملك، إذا بتسميه زي ما تسميه، اشتراها. ويبدو إنها كانت ست حلوة، ويمكن تكون حلوة أوي في الأرجح يعني. سيبك من التاريخ بيكتب إنها ذكية، صحيح بان بعد كده إنها ست ذكية. خلي بالك أنا بحكي لك التاريخ مش الفيلم. الفيلم اللي شفناه واتعمل وعملوه بأداء رائع ست حياة كاريوكا، وعلى فكرة ست حياة كاريوكا ممكن تبقى شخصية كاريوكا نفسها. تحية كاريوكا نفسها للمرأة القوية، لأن تحية كاريوكا دي اللي قالت شالوا الملك وهو جابوا 11 ملك صغير فسجنوها. تحية كاريوكا نفسها سجنت 90 يوم اعتقلت يعني. بس دي خليها على جنب، لما نعمل حلقة تانية عن المرأة القوية المعاصرة طبعا تحية كاريوكا منهم يعني بلا منازع. فالفيلم سيبك منه، لانه احنا بنعمل افلام شويه دراما وشويه حركات. ودخلت ست نعيمه وصفي الممثله العظيمه نعيمه وصفي وقتلت شجره الدر في خناقه كده وطاووس وقصه، مشهد سينمائي حلو لكن ملوش علاقه بالواقع خالص. ام علي دي ما دخلتش القصر بتاع شجره الدر اساسا خالص. وعلى فكره هي ممكن تكون بعتت ناس يقتلوا شجره الدر، لكن المشكله ما كانتش ما بين ام علي وشجرة الدر. المشكلة كانت بنت الملك لؤلؤ بتاع الموصل اللي كان هيتجوزها عز الدين أيبك. يعني عز الدين أيبك كان متجوز أم علي وبعدين اتجوز شجرة الدر، وبعدين كبرت في دماغه يناسب السلطان لؤلؤ بتاع الموصل، ومن هنا سهرت المشكلة الكبيرة بين شجرة الدر وعز الدين أيبك. ده التاريخ. المهم السلطان ده حصل له مشكلة وقصة في التاريخ، وأخوه الملك العادل له مسجنوه بره في الشام، وسجنوا السلطان بتاع حتة في الشام كده، ما كانت الشام دي حتت حتت حتت. وبعدين السلطان العادل هنا بعت للسلطان بتاع الشام قال له بقول لك إيه، ابعت لأخويا في قفص حديد وأنا هدي لك 400,000 دينار ذهب ودمشق. بص وخد دمشق. فدمشق دي بقى كان فيها حاكم تاني، فبعت التاني قال له بقول لك ايه، اذا كان على الذهب انت عندك منه كتير مش مشكلتنا، الذهب اذا كان على دمشق هتديها لي وتشيلها تاخدها من السلطان اللي فيها هبعت لك اخوك. وبقينا عمل حركه نداله، راح لنجم الدين ايوب اللي هو في السجن وقال له اخوك بعت لي رساله اهي، شوف عايز يعمل فيك كذا وكذا وكذا. المهم دي تفاصيل كتير في التاريخ، بس بقول لك لاخواته هم بيقطعوا بعض حتت عشان الحكم والسلطان اللي هو في الاخر بينتهي زي ما انت شايف كده. وده عشان احنا مش بس شجره الدر اللي موجوده،
عشان أثر بقاله 750 سنة بس. أدي كل الحكاية. المهم نجم الدين بمعرفة المماليك خرج. الناس هناك مش المماليك اللي لسه ما سيطروش قوي، إنما كانوا موجودين. وقدر يجي مصر ويمسك الحكم ومع شجرة الدر ومسكوا الحكم وتمام التمام. بنتكلم على سنة 1249 أو 48 ميلادي. قوم عمك السلطان نجم الدين ده كان راجل كويس. بس بقى لويس التاسع بقى جاي من فرنسا ودخل بقى القصة المشهورة بتاع دمياط والمنصورة. في عز المعمعة بتاعت لويس التاسع اللي كان موجود، خرج السلطان وراح عند دمياط. قوم المماليك شافوا الخيمة الحمراء، الشعب الجنود يعني بتاعت السلطان لويس التاسع، قال لك الحق. هوب راحوا جاريين. راح السلطان نجم الدين قتلهم. طب وبعدين؟ اي السلطان مات السلطان. لغايه دلوقتي شجره الدر ملهاش حاجه قوي في المساله. مات السلطان نجم الدين ايوب في عز المعركه مع الصليبيين ومع الفرنساويين. قوم شجره الدر بص مفيش. هنا بقى ظهرت عظمه هذه السيده اللي انتهت نهايه مش معقوله. بص محدش يتكلم خلاص، جابت القوات بتوعها بصرف نظر عن الاسماء بقى، عايز اخلص لكم الحكايه. هوب هوب خلاص. قوم شجره الدر بقى اللي باين الفيلم حاجات مش مظبوطه، بعتت لتوران شاه ده ابن السلطان نجم الدين ايوب، قالت له تعالى امسك الحكم في مصر، ابوك مات. لكن ما قالتش للشعب، لكن اتسرب الخبر للصليبيين ودخلوا وعملوا قصص بقى حرب ومش حرب. وتوران شاه فعلا جه وفعلا بقى سلطان مصر. لكن تورانشاه شهادة مات موتة عجيبة قوي، وهو في المعركة شغالين وبتاعه كده، بس لقى شوية مماليك دخلوا عليه فجري، استخبى في كشك فضربوه بالسهام والسيوف. قوم جري دخل في كشك تاني، راحوا مولعين بالكشك. جري وهو مولع نط في الميه، راحوا ضاربينه وهو في الميه فمات مسفوك الدم حريقا غريقا. مات التلات حاجات. توران شاه خلاص خلصنا منه. فضلت شجره الدر، اتجوزت عز الدين ايبك زي ما انتوا عارفين في الفيلم. عماد حمدي عمل دور حلو، وكانت الشخصيه قريبه من شخصيه عماد حمدي، بس عماد حمدي كان راجل طيب، عز الدين ايبك ده كان بلوى. قعدت مع بقى عز الدين ايبك كام سنه؟ 7 سنين بيحكموا مصر، من سنه 1250 لسنه 1257. لكن يظل انها خبت السلطان وشجعت الجيش، ده عمل رائع. بعد شويه قبل شويه دي بشويه بقى، لما بقت هي السلطانه منفرده، الناس زعلت قالوا لها ما ينفعش، فتجوزت عز الدين ايبك وجه عز الدين ايبك وحصل اللي حصل. اللي حصل بقى بعد كده انه لما جه زي ما قلت لكم في الاول، عز الدين ايبك عايز يروح للسلطان لؤلؤ ده ياخد بنته عشان يوسع الملك بتاعه. اتجننت شجره الدر خلاص بقى، ما بقاش ليها سلطه خالص، لكن بتحكم معاه برضه. انتوا عارفين الستات ما بتسيبش رجالها دي بتكتك، لكن السلطان هو عز الدين ايبك. ودول اول سلاطين المماليك، لان نجم الدين ايوب اخر سلاطين الدوله الايوبيه اللي هي بدات بصلاح الدين ايوب. زعلت شجره الدر، الراجل كان بيستحمى السلطان، خرج من الحمام لقى شويه مماليك خد طيروه. صحيت الصبح قالت لهم ده الراجل مات بالليل يا عيني، مات كده لوحده. قال له لا، مين بقى؟ نائب السلطان هو قطز، قطز الاصل. اتجننوا قالوا ما ينفعش، حاولوا يقتلوا شجر الدر ما قدروش، جريت هربت. لكن في ليله في نفس الفتره دي دخل عليها شويه مماليك جاريات جواري ستات، وضربوها فعلا بالابايب او باي حاجه تانية. بس عملوا حاجه ما يمكن بعضكم ما يعرفوهاش، انهم رموها من فوق القلعه عريانه ملط حسب الكتب بتقول كده، وسابوها. يقال انه بعد 3-4 ايام 3-4 اسابيع اي حاجه بقى لقوها
ودفنوها في المقام اللي هي او التربه اللي هي ده عملتها لنفسها، او سابوها الكلاب تاكلها، او دفنوها في اي حته. فاضل حاجه واحده اقولها لكم عشان اخلص القصه المدهشه دي، انه السلاطين زمان ايام الدوله الايوبيه كانوا بيدفنوا في المعز لدين الله الفاطمي في المنطقه دي. هي جت هنا بتتمحك، هنا مين؟ السيده النفيسه على شمالنا، والسيده عائشه على يمنا، وفي السيده عاتكه، وفي السيده سكينه، في شله كبيره من الستات الفضليات الكبار كبارنا موجودين هنا. فهنا شجره الدور بنت عشان تتمحك فيهم، عايزه تتمحك في الستات اللي هم آل البيت، اللي طبعا فضلهم محدش يقدر يبعد عنه ابدا. هي دي قصه الست اللي حكمت مصر 80 يوم لأم منفردة، وحاولت تنقذ مصر من الحملات الصليبية، وكانت النهاية زي ما انتم شايفين ولا حاجة. لكن فضل المعنى، فضل المعنى، الست اللي جوزها مات فما خدتش الحكم زي ما بيتقال، لا، بعتت جابت ابنه. بعدين الأحداث جريت في اتجاه آخر. حلوة شجر الدر، اسمها ايه؟ شجر الدر.